السلام عليكم وأهلا بكم ومرحبا بجميع المتتبعين والمتتبعات. اليوم غنشارك معكم واحد الكيكة أو واحد الكيك ديال النعناع بالسيرو ديال النعناع. غنخليكم مع المقادير وندوزو لطريقة الإعداد. عندنا 3 البيضات، 140 غرام سكر، 160 غرام يوغورت بنسمة، مفضل يكون بنسمة الكوكو، لما كانش ديرو، أنا دايرة بالفاني، 50 غرام ديال الكوكو ديال الكوك، 100 مليليتر ديال الزيت ديال الزيت نوار الشمس، 300 غرام ديال الدقيق الأبيض، والسيرو اللي هو كيعطي اللون والمذاق لهذا الكيك، السيرو ديال النعناع. عندنا منه 140 مليليتر، خمارة 16 غرام، وهذا سكر بنكهة الفاني 8 غرام. نبداو بالبيض، نزيدو السكر، نزيدو اليوغورت، يعني واخا يكون بالفاني مع الكوك يعني كيعطي نسمة. نبداو نزيدو الزيت، نزيدو السيرو ديال النعناع، نزيد الكوك، غنديرو الخميرة مع الدقيق، الفاني الثاني والدقيق، غنزيدو الدقيق والخميرة من بعد ما غربلناهم، غنزيدو شوي بشوي، غنبدا نزيدو بالطريقة، نخلط شوية كيكه كتجي في هذا اللون، هذا كتجي خضراء. هذا انا بغيتها تكون شويه مطلوقه على هكا، غنزيد واحد 65 غرام ديال الحليب، 65 مليليتر ديال الحليب، كيفاش نطلقها واحد شويه.
الفكه ديالنا ما كتجبدش هذا. وجدنا القالب ديال الكيك في الكارت ديال الفران الوسط مدهن بالزبده ومرشوش بالطحين في الجوانب. صافي هنا غنفرغوا فيه الخليط. الخليط واجب. دابا غندخلو الفران على درجة حرارة 160 وغنتسناو حتى يطيب، يعني 40 دقيقة هكا الماكسيموم، وغنشارك معكم الكيك من يخرج من الفران. صافي الطورطة ديالنا واجدة، تيخرج ناشف. غنخليوها تبرد، غنخليوها تبرد واحد شوية عاد نحيدوها من القلب ديالنا. دابا نقدرو نفكو غير هذا، هذه الكيكة ديالنا من بعد ما جبدناها من الفران خليناها بردات قلبناها في الطبسيل. دابا غنزينوها بسكر كلاصي من الفوق. ما بغيتش ندير فيها الكريم ولا شي حاجه من الفوق ولا نوتيلا، ولا من الاحسن غير هكا. شويه الكوك نقطع معكم واحد الطريف هكا تجي. شوفوا كتجي رطبة 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 بزاف. تجي بنينة 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 بزاف. الفيديو ديالنا وصل للنهاية ديالو، أتمنى تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم، مع السلامة.